يشهد عالمنا المعاصر سباقا محموما نحو امتلاك العلم، حيث تقاس قوة الدول بعلم أبنائها. من هذا المنطلق ومن هذه الرؤية، أقام الأزهر الشريف حفلا لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي المنصرم. طبيعة المنهج الأزهري التعليمي إنه باختصار شديد منهج يحرص على دراسة الإسلام دراسة مجردة خالصة لله وللعلم والحق، وليست دراسة موجهة بأجندات أو سياسات أو أموال موظفة لخدمة أغراض ومصالح ليست من العلم لا في قليل ولا في كثير. ثم هو منهج يعتمد على ثقافة الحوار وقبول الرأي والرأي الآخر بل الآراء الأخرى دون تكفير ولا تفسيق ولا تبديع. ما دام لهذا المذهب أو ذاك سند من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. إن مصر والأزهر ينتظران منكم الكثير والكثير، تقع على كاهلكم مسؤولية عظيمة، فأزهركم الشريف ذو الألف عام هو محط آمال وتطلعات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه، كي ينهلوا من منهجه الوسطي المعتدل ويستمدوا منه تعاليم دينهم وفقاً لفهم تجديدي مستنير. لقد شهد الأزهر سعياً حثيثاً ومقدراً نحو التجديد والتغيير ومواجهة التطرف والإرهاب من خلال تعليم أبنائه وترسيخ قيم الإسلام الوسطي. حاجة جميلة يعني أن الواحد يكون مجهوده يلاقي لي ثمرة في الآخر، وأن هو يشرف أهل بلده ويشرف أساتذته ويشرف عيلته كلها. أنا حطيت الهدف ده يعني نصب عيني من أول السنة، كنت حاطة في دماغي أن أنا أرتب وأوصل لفضيلة الإمام. بالنسبة لتقسيم الوقت، هو أول حاجة طبعا اللي ساعدني في كل ده أن أنا كان عندي ثقة بالله سبحانه وتعالى أن أوصل لهدفي بأي طريقة. كان بذاكر مواد بالنسبة لي أول بأول، ما كنتش بأخر. الحمد لله كانت معظم المواد بالنسبة لي كانت خلصانة على شهر 12 ورجعنا أكتر من مرة، فالسنة بالنسبة لي كانت سهلة يعني سهلة، ما كانش فيها أي صعوبة الحمد لله، والامتحانات كمان كانت رائعة ما كانش فيها أي صعوبة. لا الوقت عامة يعني كان مقسم بين المذاكرة والدروس والحضور في المعهد، أمور عدت يعني الحمد لله خير إن شاء الله، وكان يعني كانت فترة جميلة بصراحة، سنة من أجمل السنين يعني. لازم أي إنسان عشان داخل مرحلة ثانوية لازم يحط قدامه هدفه، لازم يحط قدامه هدفه هو عايز يوصل لإيه بالظبط. تاني حاجة لازم ينظم وقته، لازم يقرب من ربنا جدا ويحافظ على الصلوات. ما ينفعش يقولك أنا هذاكر الحتة دي أقوم أصلي، لا صلاتك الأول وبعد كده الصلاة. لازم يبدأ يومه بالقرآن لأن بيحصل بركة بصراحة لا توصف. يذاكر أول، لا تأجل عمل يوم إلى الغد، ما بلاش تقولي لا أنا هذاكر بكرة، لا سيب المادة، لا ذاكر أول، راجع باستمرار، حل كثير جدا جدا وربنا معاكم كلهم يا رب. فكان لازم أعمل توازن من كل الأقسام دي، فما كنتش مثلا بذاكر مادة أو بذاكر قسم على حساب قسم، لأن مثلا يقولوا الأزهر لازم نركز على الشرعي، لا لازم نركز على الشرعي عربي ثقافي عشان نعرف نجيب مجموعة إن شاء الله يعني الكلية الأحسن يعني. ببتدي مذاكرتي بإني بقرأ كل يوم يعني ورد يعني ربع ساعة أو نص ساعة من تلاوة القرآن قبل ما أبدأ أذاكر أي حاجة، وكانت طبعا بنظم وقتي ما بين المذاكرة وبين الصلاة، كانت حينما تأتي الصلاة أترك المذاكرة وأقوم إلى أن أصلي. الله أكبر.